نخليوها في ريجيم والحمد لله ان بون جات مع ريجيم بعض المضاعفات الصحيه بصح الحمد لله الان الامور تحسنت ويتحسن ان شاء الله يوم بعد يوم ان شاء الله الحمد لله يا رب. ضمنا انا ومعي الكثيرين في الجزائر الكثيرون في الجزائريين في الجزائر ما عندناش سياسه او ما عندناش ثقافه التخطيط. احنا ما مشيناش في ثقافه التخطيط يعني ما عندناش مثلا قال ها واش راح نديروا في 2023 ثلاثي الاول الثاني الثالث الرابع احنا نخلوها دائما لا دانيير مينوت ساعه الدقيقه الاخيره حتى ناخذوا ربما بعض القرارات ولا ندخلوا في بعض المشاريع. لهذا ثقافه التخطيط للاسف احنا كجزائريين ما عندناش. هو تكلم عن نفسي على الاقل.